عباس أفندي، سفير الإنسانية والسلام. ولد عباس أفندي عبد البهاء في مايو عام 1844. وعاش حياة حافلة جسدت إيمانه المطلق بالله وبأن الأديان كلها فيض إلهي من ينبوع واحد، وبأن وحدة الجنس البشري هي الإرادة الإلهية لهذا العصر، وهي الضامن الوحيد لراحة ورخاء أهل العالم. لم يدخل عبد البهاء المدارس إلا أنه أبهر العالم بذكائه وعلمه وشجاعته. عاش لمبدأ واحد يتلخص في الوحدة والاتحاد وجمع شمل المؤمنين في كل دين لتوحيد البشر كشركاء لا تمييز بينهم في إقامة صرح للسلام الأعظم في العالم الذي وعد به الأنبياء وحلم به الشعراء وأهل العرفان. قام عبد البهاء بسلسلة من الرحلات إلى مصر وأوروبا وأمريكا الشمالية. كان اتحاد الشرق والغرب في نظره هو المدخل إلى عالم جديد يسوده العدل والاتحاد والسلام. كما أكد على ضرورة اتحاد الدين والعلم لقيام حضارة إنسانية لا شرقية ولا غربية تقوم على أسس الروحانية والأخلاق المدعومة بكل الوسائل الدنيوية للتقدم والرقي. في زيارته للغرب سعى جاهدا في النصح والتحذير من خطر وقوع حرب عالمية، وعندما علم بأن الحرب ستقع لا محالة أعد أراض من الأحراش بالقرب من نهر الأردن ووزعت المحاصيل على سكان بلاد الشام وحيفا وعكا بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي. استمر هذا إلى أن وضعت الحرب أوزارها. كما وجه عبد البهاء رسالة حول موضوع السلام العالمي إلى مؤتمر لاهاي للسلام المنعقد عام 1919 تحت رعاية المنظمة المركزية
لإقامة سلام دائم. في عامه 78 توفى عباس أفندي، واستقر في مقره الأبدي على سفح جبل الكرمل بتاريخ 28 نوفمبر عام 1921 في مدينة حيفا. لم تشهد فلسطين لموكب الجنازة مثيلا من قبل، فقد اشترك فيه ما لا يقل عن 10,000 نسمة، وحضر موكب العزاء رؤساء الأديان من كافة الطوائف والانتماءات، واسترسلوا في مراثيهم لعبد البهاء. وقد أجزل صاحب الفضيلة الشيخ محمد مراد أفندي مفتي حيفا الذي قال: عشت عظيما ومت عظيما، وما المشهد الكبير والموكب المهيب إلا برهانا ساطعا على عظمتك حيا وميتا. ولكن من للفقير بعدك أيها الفقيد، ومن للجائع الملهوف، بل من للأرامل واليتامى بعد فقد رجل الإنسانية، رجل الخير والمعروف. والسلام. يا أهل العالم، إذا سرتم في الأرض ومشيتم في مناكبها وجدتم